المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالشيب أو بعلاج الشيب، فأتحداك إذ لم يختفي الشيب نهائيا بهذه الوصفة المعجزة سينمو شعرك بغزارة بلا شيب ولا تساقط. وصفة اليوم سهلة مهلة، نتمنى يا رب أن أي سيدة تجربها وترجع لهذا الفيديو تكتب لنا في التعليق كيف جاتها الوصفة، واش عجبتها ولا ما عجبتهاش، واش توتات معها ولا ما توتاتش معها، واش نالت الرضا ديالها أو لا. قبل ما نشوف تعرفوا على مكونات الوصفة ديال هذا الفيديو هذا ديال اليوم، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناة سواء نساء رجال، مرحبا بالكل ومرحبا بالجميع. لكن أول مرة كتكتشفوا هذا الشيء فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، أيضا تفعيل زر الجرس، تخليوا لنا تعليقاتكم استفساراتكم والاسئله ديالكم والوصفات ديالكم الطبيعيه الا حتى نتوما بغيتوا تشاركوا معنا او لا تبارطاجيو معنا بلوتو الوصفات ديالكم الطبيعيه لعلاج الشيب او لتساقط الشعر لملء الفراغات بزاف ديال المشاكل اللي كنعانونا حنا السيدات في الشعر ديالنا، فتخليها لينا اسفل هذا الفيديو ولا في لي كومونتير. وان شاء الله اي وصفه نالت الرضا ديالي والاعجاب ديالي كناخذها بعين الاعتبار وكنجربها عليا شخصيا، ومني كنجربها كنجي نشاركها ولا كنجي نبارطاجيها بلوتو معكم هنا في القناه لتعم الفائده للجميع. بسم الله على بركه الله غنمشيو الان باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه. فغادي نحتاجوا البيضه بالكامل اي البياض والصفار ديالها. علاش انا خديت بيضه بالكامل؟ لانه البيضه البنات عندها عده فوائد وخصائص للشعر ومزايا لا تعد ولا تحصى. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا ليه هو الكاكاو المر. بالنسبه لهذه الوصفه فحاولت نعمل لكم مكونات بسيطه واقتصرت لكم على 4 ديال المكونات لا اقل ولا اكثر. ان شاء الله فيديوهات قادمه نجيكم بمكونات كثيره اولا نزيد نضيف لكم مكونات اخرى، ولكن فقط في هذه الوصفه عملت لكم غير على 4 ديال المكونات باش هكذا تكونوا يعني بكل قوه وتنوضوا تعملوا هذه الوصفه وتقولوا لي كيفاش جاتكم، يعني كيفاش جاتكم لا غوسيت، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش نالت الرضا ديالكم اولا لا. فهادشي اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو الكاكاو المر، غادي نحتاجو البيضة يعني الصفار والبياض ديالها، غادي نحتاجو ايضا القهوة سريعة الذوبان اولا القهوة حبيبات. الناس اللي غير ما متوفرش عندهم هاد القهوة هادي فممكن تلجؤوا القهوة يعني ديال العبار كما تنقولو حنا، حتى هي راه مزيانة الا ما توفرتش عندكم هذه. واخر مكون غنحتاجوا ليه هو الحنه. علاش الحنه؟ لانه الحنه كتعطينا فوائد ومزايا لا تعد للشعر، فغادي نحتاجها حتى هي في هاد لاغوسيت. يعني هادو 4 ديال المكونات اللي غادي نحتاجو. ممكن اضافه الحبه السوداء ولا حبه البركه بودره ملعقه او ملعقتين كبار في هاد لاغوسيت، يعني حتى هي راه مزيانه وكتعالج الشيب. غادي نحتاجو ايضا البلاستيك الغذائي اولا النايلون اولا السلوفان المسند الرسمي ديالنا باش هكذا ان شاء الله نلفوه على الشعر ديالنا بعد ما انتهيو هاد الوصفه. فدابا غادي ندوزو لطريقه تحضيرها بعد ما تعرفنا على مكوناتها. اكيد فبسم الله غناخد اناء اللي يكون شويه متسع وكبير، غادي نضيف له ديك البيضه، من بعد غادي نبدا كنضيف الحنه، فانتوما على حسب الطول وكثافه الشعر ديالكم كيبقى الكميه تاع البيض. يعني ممكن تعملوا جوج البيضات 4 البيضات 5 البيضات الا كان الشعر ديالكم طويل بزاف، فاكيد تعملوا الكميه اللي غادي تناسبكم. لا بغيتوا يعني اي محلول اخر من غير البيض، يعني مكون سائل باش تخلطوا به هذه المكونات، فممكن تلجؤوا اما المطبوخ الشاي اما المغلل بابونج اما الخل التفاح، هذو كلهم مكونات زوينين. انا هنا ما ضفت لكم حتى شي مكون سائل من غير البيض، اكتفيت به غير بوحديته. فالان غادي نضيف القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه حبيبات، غادي نعمل الكميه يعني المناسبه،
والان غادي نضيف الكاكاو والمر. كما كتلاحظوا الوصفه كتبدا تعقد، غادي نزيدها غير كميه قليله من الكاكاو وهي واجده. وصفه رائعه، واحد الرائحه يا البنات زكيه ومنعشه. فنتمنى اي سيده تجربها وتكتب لنا في التعليق كيفاش جاتها، ونتمنى اي سيده تبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل بزاف د الناس واحد اخرين ويستافدوا من هذه الوصفه اللي فقط كتكون من 4 ديال المكونات. يعني سهله بسيطه، كتعالج الجيب وكتساعدنا على تقويه الشعر وملء الفراغات، وايضا كتساعدنا حتى على التطويل بالنسبه للسيدات اللي كيحبوا الشعر الطويل. ورائحه ديالها منعشه وزكيه، يعني داك الرائحه ديال البيض ما كتبقاش نهائيا مع دفن الكاكاو والحنة القهوه. يعني كل هاد المكونات من السماء ومعطره، يعني فيها رائحه زوينه ومنعشه، فكتزول لينا ديك الرائحه ديال البيض ما كتبقاش نهائيا. فلاحظوا معايا القوام ديال هاد الوصفه الرائعه كيفاش عامل. قوام رائع جدا. فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل، كتاخذوا الشعر ديالكم وكتقسموه الى نصفين اولا كتوزعوها عليه بالتساوي. وها هي الوصفه واجده للاستخدام. الناس اللي غتقول لي شحال غنخليوها، فغتخليوها اقل من ساعه. الناس اللي عندهم شي بقليل، الناس اللي عندهم شي بكثير، فغتخليوها اكثر من ساعه، اي ساعتين، 3 سوايع، 6 سوايع، ليله كامله. الوصفه راه بمكونات طبيعيه جدا، ما غادي تعمل لكم حتى شي مشكل ان شاء الله. دابا قبل ما ننتهي معكم هذا الفيديو ونختمه معكم، اكيد غنعطيكم نصائح لعلاج شيب الشعر. توجد عدة نصائح يمكن اتباعها لعلاج الشيب، ومنها الإقلاع عن التدخين لأنه يسبب الشيخوخة المبكرة للجسم كله وليس فقط للشعر. تجنب الكحول والقهوة لأنه يسبب الشيخوخة المبكرة للجسم والبشرة والشعر. أيضا تجنب الأغذية المصنعة والوجبات السريعة لأنها لا تقدم للجسم التغذية الصحية التي يحتاجها للحفاظ على شبابه. شرب الماء بكميات كافية بحيث يصل أو بحيث يحصل الجسم على الرطوبة التي تضمن إيصال المواد المغذية لبصيلات الشعر. التحكم بالتوتر والإجهاد والقلق من خلال ممارسة تقنية الاسترخاء مثل اليوغا والتنفس العميق. وضع واقي شمسي مخصص للشعر لحمايته من أشعة الشمس الضارة التي تتلف بصيلات الشعر. ممارسة الرياضة التي تنشط الدورة الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم المحمل بالمواد الغذائية إلى بصيلات الشعر. تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية فيها، ويمكن تدليكها باستخدام بعض الزيوت الطبيعية. زيادة استهلاك البروتين في النظام الغذائي مثل تناول اللحم، الديك الرومي والدجاج والحبوب الكاملة والصويا، لأنه من المواد التي يحتاجها الجسم لإنتاج الميلانين، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي المركبة، وهي توجد في الخبز، دي الحبوب الكاملة والموز والبيض ومنتوجات الألبان واللحم، لأن نقصه يؤدي إلى الشيب المبكر. ومن الجدير بالذكر أن الأغذية التي تحتوي على سيلينيوم تمنع الشيب بشكل فعال، حيث يوجد في بذور دوار الشمس والجوز والقمح والسمك والسلمون والذرة والطونة وفول الصويا. فهذا هما بعض النصائح، نتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا منهم سواء بالقليل او لا بالكثير، المهم هو الاستفادة. اكيد وصفة اليوم يعني رائعة. لاحظوا معايا القوام ديالها انتما، قوام عاقد، يعني انفو تعملوه على الشعر ديالكم فغادي يثبت بكل سهوله وما غادي يسيح، ما غادي يسيل نهائيا. فكما سبق لي وذكرت، نتمنى فيديو اليوم ولا وصفه اليوم تنال الرضا ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم، هذا هو اهم شيء. قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو ما تنسوناش بالبارطاج والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.
تخلوا لنا تعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، سيرات ديالكم لفيديوهات قادمة. موعد معكم جدد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.